ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ جمانة مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه بفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديلي فلوس لسهوش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت. متشكرين. ما بتنساش حد أبدا يا فندينا. ده رزق ويروح لأصحابه. هي دي الاسمة. بالحضن، بالحضن يرجع رجالة. هتوحشونا رجالة. يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سالي يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار. يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرف محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي ورايا لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش. يعني في تربايت، ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي. ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج.